شكرا حضرتك يا دكتور والله، وكتر الف خيرك وحياة ربنا. انا مبسوطه اني شفت حضرتك النهارده، والله انا مبسوطه قوي بجد. اول ما الصبح كده استوحت على وش حضرتك. الله يسعدك، انت اللي الشخصية طيبة، علشان كده احنا بنلتقي مع ربنا الناس الطيبين اللي زيك كده. انت اخبارك؟ الحمد لله تمام. شرفت بيك، شرفت بيك كتير والله، والله اتشرفت بيك كتير. الله يسعدك، ربنا يحفظك، الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. والله العرب، والله لو عارف بيسجلوا الحلقه دي ازاي لاسجلها، اكيد الفيديو ده هيبقى متسجل، لا هخليه مش همسحه. والله انت احلى حاجه النهارده حصلت لي، اقسم بالله كنت قاعده حزينه، فالحمد لله دخلتك بالدنيا كلها. ربنا يسعدك يا رب يا مريم، ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. انا مبسوط ان انا بتقابل مع ناس طيبين كده، واكون سبب في تغيير حياه انسان، دي احلى حاجه في حياتي يعني، او اجمل حاجه في الكون يعني كلها. بقول لك لو هكتب لك روشته هكتب لك فيها كلمتين، هكتب لك فيها ممنوع العصبية، ما تسمحيش لأي حد بأي حال من الأحوال إن هو يعصبك، لأنك أنت اللي هيجيلك الضغط، أنت اللي هيجيلك السكر، أنت اللي هيجيلك القلب، أنت اللي هتموتي في النهاية، أنت اللي هدانك نحيفة ومعصعصة ومحدش هيبص عليكي. هو بتقول لك جبت من الآخر. الله يبارك لك يا دكتور، الله يبارك لك. لا والله أنا مبسوطة جدا واتشرفت بمعرفتك والله، والله يبارك لك بجد، الله يخليك. وفرصة سعيدة. وحضرتك أصلا بكل بتفتح الصبح ولا بالليل ولا والله نظام مواعيدك إيه؟ والله أنا نظام مش ليا مواعيد ثابتة يعني، ما أقدرش أقول أصلا أنا يعني، بس إن شاء الله أحاول يكون ليا مواعيد يعني، بخش ما دام أنا مثلا وليكن شغال في العيادة، الأوقات اللي أنا مثلا ما عنديش عيادة فيها أو ما عنديش شغل فيها، بحاول قدر الإمكان إن أنا أخش وأفيد الناس بشكل مستمر. بس اعتقد مش عارف بقى، هل بيعتقد ما انا بخش الناس بتجيلها اشعارات ولا ما بيجيش؟ لا بيجي. ما انا بقول كده برضو يعني، انا بتكلم يعني، فتلقائيا هيجيلك مثلا اشعار اول ما اخش. بس لو حضرتك صديق عندهم. ما احنا اصدقاء دلوقتي مع بعض يعني، ما احنا دلوقتي اصدقاء. مش لا يعني مثلا لو حضرتك عامل متابعة الناس، هم المتابعين لحضرتك هم بس اللي بيجي لهم، انما مش متابعين ما بيجي لهمش اشعارات. والله انا مش عارف في هذا الامر كتير انا قوي. كده صديقه عند حضرتك، هيجي لي بقى اشعار حضرتك. ان شاء الله، يلا ربنا يسعدك ويحفظك. شرفت بمعرفتك ان شاء يا الله. دكتور، وخلي بالك من نفسك. ماشي، انت اللي خلي بالك من نفسك، وانا فخور ان انا طلعت معاك النهارده. ربنا يخليك يا دكتور. انت خلي بالك من نفسك، وهنا هنا في تركيا بيقولوا ثلاث حاجات، بيقولوا ثلاث حاجات حلوين يعني، صراحه انا كويس، انا عايز انشرهم يعني، اللي هو يقول لك ايه، كان دينزي باكن يعني، خلي بالك من نفسك، الله ما تقولون في امان الله، جورو شروز، في امان الله، جورو شروز، شروز، جورو شروز، نلتقي، الثلاث حاجات شروز يا دكتور. جورو شروز.